ببداية صباح اليوم حكيت عن الأباء الشهداء اللي راحوا على مذبح الوطن. اليوم رح نوجه تحية كتير كبيرة لروح الشهيد على أبو فخر بيومية ثورة. صباح الخير. صباح النور. صباح الخير عمر. صباح الخير إيهاب. صباح النور. أهلا وسهلا فيكم. يعني ما بعرف إذا بدي عايدكم بمناسبة عيد البي ولا بدي شد عقيدكم ولا كله مع بعضه. يعني أنا بحيرة من أمري مثل ما بيقولوا. شهداء كتير سقطوا، أباء كتير من أول الحرب اللبنانية. يعني بس أتذكر بزعل كتير لأنه ما بنعرف إذا صح غلط، يا ريت لا يا ريت إيه. يعني موضوع نقاشه كبير، بس شهيد الثورة، بس تقول شهيد الثورة بتقول أكيد في شهداء كتار سقطوا من وقت 17 تشرين، بس علاء أبو فخر كان إذا بدنا نقول شهيد الثورة اللي كتير علم بقلوب اللبنانية. خليني بلش معك عمر، كيفك؟ نيه. انت بتعرف انه اليوم عيد البي ما هيك؟ اكيد. اوكي، قديش بتفتخر انك انت ابنه للمرحوم علاء؟ بفتخر لاني ابنه اول شيء، و هذا الشيء بيعلم من شأننا. اتس اوكي. شو حابب تقله؟ شو عبالك تقله لبيك اليوم؟ أنا كتير اشتقنا له وححقق له أحلامه الوطنية وأحلام اللي كان بدي إياها لعائلته. كتار الناس اللي حسوا معك أنت كتير بالذات لأنه أنت كنت موجود، وهيدي شغلة صعبة كتير على ولد صغير أنه يعيشها. هيدي ممنوع يعيشها ولد صغير، أصلا ممنوع يعيشها حدا، كيف إذا ولد صغير. عمر، أنت بقلبك بتحس أنه أنت معصب، أنه أنت لقى مقرر هيدا الشيء قواك، ولا أنت زعلان؟ شو بتحس جوات قلبك جوا؟ مقرر هالشيء. مقرر شو؟ أنه بدي أنجح بحياتي وأتعلم من هالشيء اللي صار معي. شو بيعلمك الشيء اللي صار معك؟ إنه الحياة مش سهلة كتير. قد ايه عمرك؟ 12. إنك تقول الحياة مش سهلة كتير بعد ما شفت شيء من هالدنيا، بس شايف كتير. شايف أصعب شيء ممكن حدا يشوفه بالحياة. صحيح. إيهاب، هيدا عيد البي أكيد عم يمرق عليكم كتير صعب بغياب علاء. بينك وبين حالك إيهاب، وصدقا بتقول خيي راح كرمال مين؟ كلمة صدقا هي أهم شيء حضرتك قلتيها، ويمكن هالعائلة اللي شفتيها مجروحة وانجرحت بهالجرح العميق باستشهاد علاء. علاء راح كرمال قضية كان مصر من أول يوم انطلق فيها على الحياة ليدافع عنها، وهي القضية جدا مطالبها كتير بريئة وكتير محقة. كتير محقة. علاء راح كرمال جزء من المجتمع. علاء عايش، كان عائلته عايشة، عم بيربي عائلة، مستور، عايش بألف نعمة من الله، بس لقى بيوم من الأيام إنه المجتمع لازم يتضحى فيه، فكان هو الضحية. وهيدا الشيء نحن قضاء من عند رب العالمين. صحيح الجرح عميق ومؤثر كتير، بس نقدر نتجاوز. ومثل ما مشت هيدي العائلة على خطة سابقة من تربية أم وبي، كمان في أم وبي داخل بيت على المرحوم علاء، وبنقدر نقطع هالمرحلة. وفي إرادة صلبة لحتى لي كمان عمر وغنى وأديب وولاد الشهيد ينطلقوا لحياة نفس اللي كان عم يمارسها بيهم، وبإصرار أكبر حتى للمستقبل الجاي إذا سألوا شهادة بيكون وين راحت، نحن قادرين نثبت إنه
راحت بالمكان الفلاني، راحت بالتضحية، التضحية الدموية اللي ترجمناها لتكون تضحية إنسانية وننقذ هالبلد من هالمصاعب اللي هي فيها. قديش بعد في من القضية اللي حملها علاء بقلبه؟ قديش بس تحضر هلأ وتشوف وين صرنا نحن وشو عم بيصير فينا كشعب لبناني، قديش بتشوف أنه بعد هيدي القضية موجودة وبعدنا نحن متمسكين فيها؟ أكيد، وهيدا عم بتزيدنا أسرار يوم بعد يوم أنه مطلب علاء نزل فيه على الأرض هو نجاح، والتضحية اللي صارت ما كانت عبثية أبدا، بالعكس كنا عارفين أنه واصلين لهيدا التاريخ، واصلين لهيدا التدهور بحالة البلد، وتقدمت الشهادة خير دليل على هذا الموضوع، والوضع الراهن بالبلد هو الشيء اللي ببرهن هالفقر، اللي نسبة الفقر اللي نحن صرنا فيها، نسبة العوز، الحالة الاقتصادية، الحالة الأمن الصحي، الأمن الغذائي، نحن بمشكلة كتير كبيرة، وكنا عارفين انه هالوعيد اللي بدها تتقدم من قبل هالطبقة السياسية الموجودة كمان انه هي بمرحلة الفشل، والبرهان هو على الأرض. وقت استشهاد علاء حوتوكن عدد كبير، كل لبنان فينا نقول على مستوى الشعب اللبناني وسياسيين كمان أكثر، مين بقي؟ ما بقي حدا. ما بقي حدا. ما حدا. أنت عم تقلي زعلان؟ لا مش زعلان انه ما بقي حدا من بعد كل هول. شو بهمك اكثر شيء؟ الشعب جوعان فقير. هلا انت شو العمر، شو اللي بتفكر فيه اكثر شيء؟ صبي بعمرك بفكر مثلا روح العب فوتبول، روح شو بعرفني العب بالطابه، اتسلى انا واولاد الحي، شو بعرفني روح نعربش على الشجر، نعمل الاشياء اللي كل ولد عمره 12 سنه بيعملها. انت هلا شو اكثر شيء بتفكر كل يوم مثلا؟ شو بيمرق براسك الاشياء؟ بتفكر بدي روح ألعب مع أصحابي؟ بتفكر بدي إيه؟ ولد طبيعي أنا عادي، بس في قضية للوطن لازم نحلها. في شي بخوفك؟ ما في شي بخوفك؟ ليه ما بتخاف من شي؟ ما في شي نخاف عليه بقى. ما بقى في شي تخاف عليه بقى؟ ماما، اخواتك، ما بتخاف عليهم؟ ايه. طب انا ما بدي اياك تبكي اليوم، اوكي؟ لانه انا كمان ما بدي ابكي، اوكي؟ وانت بدي اقول لك شغله، انت بيك بطل. يمكن يعيش حياته رجل على هالارض كلها ما حدا يحس فيه وما يعلم بحدا قد ما بيك علم فينا. ويمكن ما بقي حدا إيهاب من السياسيين، يمكن ما بقي حدا، بس اللي أكيد إنه نحن بقينا لأنه أنتوا بقلوبنا. ومش حكي هيدا، مش حكي. يعني أنا لما حطيت على تويتر إنه أنتوا ضيوفي اليوم، ما عندك فكرة قديش الناس تفاعلت وقديش الناس حاسة فيكم، لأنه اللي صار على مع علاء خاصة فاجعة على مستوى وطن وعلى مستوى العالم. خليني أقول لك شيء، ما سمح لنا الظرف، أول شيء نتشكركم، نتشكر جرأة الإذاعة على استضافتنا بعد ما انطمينا إعلاميا، وهالشيء كانت له تأثير كتير سلبي على قضية الشهيد علاء داخل القضاء، اللي خلتنا نحارب لحالنا نحن وطاقم المحاميين وهالشعب الموجود على الأرض، هالطبقة مش ضروري تكون فقيرة بالماديات، لا، فقيرة بالنفسيات اللي منحتنا إياها الدولة لننظر لها السياسيين بهذا الشكل. بس التفاعل فعلا نحن عم نلاقي كتير من الشعب اللبناني، من جميع الموجودين والمغدورين اللي قاعدين ببيوتهم ما قادرين ينزلوا لظروف خاصة نحن بنعرف اللي هن بيفتقدوها كتير. شو صار بالقضية لهلأ؟ شو صار بالقصة؟
القضية مرقت بحالة إهمال كتير كبير داخل القضاء العسكري، مش سببه شيء اسمه قيادة الجيش، سببه المرجعية اللي بتتبع لها المحكمة. صار في إهمال كتير كبير بهيدي القضية، وأساسا بالضبط هو الصلاحيات اللي ممكن يمارسها أي شخص عنده قضية داخل المحكمة العسكرية. يعني المحاميين اللي بنشكرهم كتير على جهودهم، نحن ثقتنا كتير كبيرة فيهم، ما عندهم صلاحية داخل المحكمة حاليا. قبل إصدار أول جلسة نطق بالحكم أو قرار ظني أو ما يشابه، هيدي الصلاحيات عم تتمارس داخل المحكمة من قبل قضاة مدنيين، من قبل سلطة ثالثة ما بنقدر نعرف، بس هي مجحفة جدا بحق قضية بهيدي الحجم. في إهمال فيها، في عدم استكمال التحقيقات، في عدم استكمال الشهود، في عدم عرض داتا الاتصالات، أمور كتير. قدرنا ظروف البلد بالوباء اللي فاقموا بالبلد، مرق علينا، بس فاقمته هيدي السلطة لحتى اللي تقدر تمرق صفقاتها. وشهادة علاء من الصفقة كانت لتمرق، هي مطلب محق. بدي لك شيء إيهاب، يمكن تمرق بالأروقة المحاكم، ما بنعرف شو ممكن يصير، بس اللي أكيد إنه علاء روحه مرتاحة هلأ، لأنه كل الشعب اللبناني معه، كل الشعب اللبناني داعمه. مثل ما قلت له لعمر بالبداية، شخص علم فينا للآخر. في كثير أشخاص سياسيين ما رح يذكرون التاريخ، بس الأكيد أنه علاء رح يذكروا التاريخ. بعرف أنه يمكن هيدا كله ما بيهمك، بتقول أنت يا ريت خيي بعده موجود وما بدي لا حدا يذكره ولا حدا هيدا. بفهم هيدا الوجع كتير منيح، بس هيدي هي الحقيقة. هلأ عمر، أنا بدي أتشكرك كتير أنك كنت موجود معنا، نحن كتير منحبك، وثانك يو، شكرا لأنك جيت اليوم. وبليز أمينة تسلم لي على الوالدة وعلى أخواتك. إيهاب شكرا لك، وأمينة كمان تحيتنا لكل العائلة. رح يمرق هلأ فيديو أنتوا قعدتوا، تحية لروح الشهيد على أبو فخر.